توق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. الحمد لله، نحمده خلق فسوى وقدر فغدا وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى واستقرأ نبيه محمداً لئلا ينسى. اللهم لك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض بلا مدد، وخلق الإنسان من ماء جمد، وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، اللهم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما تحب أن يُصلَّى على نبيك محمد، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما يجب أن يُصلَّى على نبيك محمد، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد عدد من صلَّى على نبيك محمد، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد عدد من لم يُصلِّ على نبيك محمد، وصلِّ وسلِّم وبارِك على من صلَّى على نبيك محمد. إخوة الإيمان، إنسانية الإسلام أو الإسلام دين الإنسانية، كلاهما سواء، فالإسلام دين للإنسانية يحترم الإنسان في خلقته، فلقد خلقه الله تعالى في أحسن تقويم، ويحترم الإنسان في عقله، فحرم أن يجار على العقل بسكر أو غير ذلك، وحرم أن يعتدى على هذه النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق. فالإنسانية هي الإسلام، والإسلام هو دين الإنسانية. والقارئ للقرآن الكريم بتدبر وتعقل وتأمل يجد أن الإنسان ذكر في القرآن في 65 موضعاً، بل إن الله تعالى أنزل في القرآن سورة تسمى بسورة الإنسان، وما أجمل قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقول الله تعالى مخاطباً الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقول الله تعالى يا أيها الإنسان
إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى آخر الآيات. إخوة الإيمان، الإسلام يقدر الإنسانية ويحترم الإنسان سيدا وخليفة في كون الله تعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ويقدره ويكرمه فوق سائر الكائنات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإسلام يحترم الإنسانية في شتى مراحلها، في الطفولة والصبا والحرية والرق والذكورة والأنوثة والصبا والكهولة، في شتى المراحل يحترم الإسلام إنسانية الإنسان، وينهى أن يظلم أو يقهر أو يجار عليه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الآدمي بنيان الله، ملعون من هدمه، أي صنع الله، ملعون من شوهه أو قتله أو مثل أو نكل به، أي إنه مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في احترام آدمية وإنسانية الإنسان حتى ولو كان طفلا صغيرا، فيقول صلى الله عليه وسلم: إني أهم بالصلاة لأطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي الصغير فأتجوز في صلاة خشية أن ينفطر قلب أمه عليه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، ودخل حفيداه الحسن والحسين يعثران الناس، يتخبطان في الناس، ورآهما صلى الله عليه وسلم فنزل وقطع حديثه وحملهما على ذراعيه الشريفتين، ثم قال وهو على المنبر: إنما أولادكم وأولادكم فتنة. وصدق الله، أي هذا كلام الله ولا أصدق من الله حديثا. وفي موقف آخر يدخل صلى الله عليه وسلم حاملا أحد هذين الحفيدين على ذراعه، ويقام للصلاة فيجلسه إلى جواره عن يمينه، ثم يدخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم فيرتحل ذلك الحفيد، فيطيل في الصلاة إطالة بالغة حتى ظن القوم أنه قد أوحي إليه أو نزل عليه شيء. فلما انفتل أي انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أنزل عليك شيء أم نابك شيء في الصلاة؟ قال: لا شيء، غير أن صغيري قد ارتحلني، أي ركب ظهري وجعلني راحلة، فكرهت أن أفزعه حتى يقضي حاجته. يحترم إنسانية الطفل الصغير، كما أنه صلى الله عليه وسلم يحترم إنسانية العبد أو الأمة أو الجارية صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يحترم الإنسان بكل طوائفه. فهذا سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عنده أمة جارية فلطمها على وجهها
فلامته نفسه على صنيعه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الله؟ خبرني عن حالها. قال: يا رسول الله، هي مؤمنة تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وتصلي وتصوم وتحسن الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها، أي كفارة لطمك على وجهها عتقها. قال عبد الله: فأعتقتها ثم تزوجتها، فلامني الناس في ذلك، عاتبوه عتابا كثيرا ولاموه لوما شديدا. فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أي إن الإسلام يكرم الآدمي ويكرم الإنسان ويزداد كرامة إذا كان عنده إيمان، زادها الإيمان، زاده الإيمان تكريما وتشريفا. ثم نرى من فعل ذلك الصحابي أنه جعل من كفارة ذنبه في لطم هذه الأمة عتقها ثم تزويجها كفارة لهذا الأمر. أيها الأحبة، الإسلام لم يأتي ليجعل من الناس عبيدا بعضهم لبعض، ولا أرقاء ولا إماء أو جواري يتحكم البعض فيهم في البعض. فإن هناك صحابي دخل الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمى ابن عبد الحكم السلمي، قال: دخلت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت وسط القوم، فعطس أحدهم فقلت له: يرحمك الله، فرمقني القوم جميعا فضربوا على أرجلهم، أي ضربوا بأيديهم على أرجلهم، فعلمت أنهم يريدون أن يسكتونني، فقلت: واثكل أماه، لقد ارتكبت جرما وذنبا عظيما يلومني فيه رسول الله، وقد يضربني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما انتهيت من الصلاة مع النبي فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا لامني، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لي معلما، فما وجدت تعليما أحسن منه، ومؤدبا فما وجدت مؤدبا أجمل منه. قال لي: يرحمك الله، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى. احترم النبي آدمية هذا المخطئ ولم يعنف ولم يشاكر به ولم ينهر. مثله كمثل الأعرابي الذي دخل المسجد وبال فيه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرة أصحابه، فلما قاموا ليزجروه وينهروه نهاهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته، ثم صبوا عليه سجلا أو دلوا أو زنوبا من ماء. فلما انتهى الرجل وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يرحمك الله، إن هذه المساجد لا تصلح لهذا الأذى أو لهذا القدر، إنما هي للصلاة ولتلاوة كتاب الله
ولمدارسة سنة رسول الله ولذكر الله سبحانه وتعالى. احترام لعقل أعرابي حديث الإسلام جادل بأحكامه وآداب مساجده، فتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بكل رقي وبأعلى درجات الإنسانية والآدمية. أيها الأحبة، ما جاء الإسلام ليستعبد الناس أو ليقهر الناس أو ليذل الناس، بل جاء الإسلام كما قال ربعي بن عامر: ابتعثنا الله تعالى لنحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. القرآن دعا إلى احترام الإنسان عندما ذكره في مواضع كثيرة، وعندما هذبه أو عاتبه بأسلوب رقيق عند خطئه أو عند فحشه، كما أنه أي الإسلام دعا إلى تحرير العبودية في آيات كثيرة. تحدث القرآن مرغباً ومحبباً وداعياً إلى تحرير العبيد والأرقاء. مثال ذلك: من قتل مؤمناً خطأً أو عمداً فأول درجات الكفارة تحرير رقبة مؤمنة. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً، ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة، كفارة قتل الخطأ أو حتى قتل العمد من إحدى درجاتها أن يشتري رقبة، أي عبداً أو جارية مؤمنة، ثم يعتقها ويعطيها حريتها، لأن الإسلام دعا إلى تحرير العبيد وتحرير الأرقاء. من مواطن احترام الإنسان احترام الإسلام لإنسانية الإسلام أيضاً عند الحلف أو القسم بالظهار، عندما يظاهر الرجل من امرأته ويقول لها: أنت علي كظهر أمي، ويحرمها على نفسه كتحريم أمه أو أخته أو بنته. الإسلام قال: إن ذلك كلام زور وشهادة باطلة. قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، أي الذي يقول لامرأته هذا الكلام ويحرمها وهي حلال، فكفارة هذا القول أن يشتري رقبة مؤمنة عبداً أو أمة فيعتقه ويجعله حراً قبل أن يقترب من امرأته أو يمسها أو يعاشرها أو يجامعها. أنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لون ثالث من ألوان تكريم الإنسانية في الإسلام أن الرجل إذا حلف يميناً أو قسماً مغلظاً وحرم فيه على نفسه شيئاً كان حلالاً، أو منع نفسه من أمر يجوز له أن يتمتع به، فكفارته أيضاً كذلك من درجاتها تحرير رقبة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. اليمين المنعقدة، أي الذي يصر صاحبها ويعقد عليها ويريد بها أن يحرم حلالاً أو يحل حراماً أو يمنع نفسه خيراً.
كفارة هذا اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون منه أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كأن الإسلام وبفعله وصنيعه هذا كأنه يترجى من المؤمن في كل خطأ أن يكفر عنه ليحرر عبداً أو أمةً أو جارية، كما رغب في ثواب تحرير العبيد والأرقاء رغبةً في ثواب الله وفيما عند الله تعالى من الأجر والفضل والخير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ أعتق رقبة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار فرجه بفرجه، حتى الفرج فرج الرقبة يعتق الله فرج المشتري أو المحرر لها من النار، أي أن اليد يعتق مقابلها يد، والعين يعتق مقابلها عين، والأذن يعتق مقابلها أذن، والرجل يعتق مقابلها رجل، حتى الفرج يعتق مقابله فرج من النار. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أي اقتحام أهوال النار ومواقف يوم القيامة واجتياز ذلك إلى الجنة من أول درجاته اعتاق رقبة خالصة مؤمنة حرة لوجه الله تعالى. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسكينا ذا متربة أو يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الإسلام دين يحترم الآدمي في كل حياته. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل بأسمى درجات الإنسانية والآدمية مع المخطئ ومرتكب الجرائم والكبائر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب، أي رجل شرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد، فكان منا الضارب بنعله، ومنا الضارب برجله، ومنا الضارب بثوبه، ولما انتهينا قال بعضنا: اذهب لقد أخزاك الله، أي فضحك الله كما فضحت نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا ولا تعينوا الشيطان على أخيكم. رحمة وآدمية وإنسانية في التعامل مع الإنسان، ذلك البنيان الإلهي العظيم الذي خلقه الله تعالى وصوره فأجمل وأحسن صورته سبحان من أبدع هذا الإنسان. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقود الجيش، وفي طريقه تلقاه امرأة كبيرة عجوز مسنة ضعف بصرها وانحنى ظهرها وضعفت قوتها، فاستوقفت العجوز عمر حتى نزل عن راحلته وقالت له: يا عمر، قد كنا ندعوك وأنت صغير ونقول لك يا عمير، ولما صرت شابا فتيا كنا لك يا عمر، ولما توليت الإمارة كنا لك يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، تذكر أنه من خاف الموت خشي الفوت، وأنه من أمن العقاب أساء الأدب، فأحسن لله في رعيتك.
حتى ضاق صدر الناس بكلام المرأة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، أتحبسنا في امرأة؟ من هي؟ عجوز مسنة كبيرة. فقال: ويحكم، والله أتدرون من هي؟ إنها امرأة سمع الله مقالتها من فوق سبع سماوات، أولا يسمعها عمر؟ والله لو ظلت على حالها ما تركتها إلا لأداء المكتوبة حتى ولو ظلت 3 أيام. إنها خولة بنت ثعلبة التي قال الله فيها للنبي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. أيها الأحبة، الإسلام لا يرضى للإنسان أن يعيش مقهورا أو مظلوما أو ذليلا أو أسيرا، فإن النبي كان يكرم الأسرى ويدخل لهم بالطعام حاملا له على يديه، ويعرض عليهم الإسلام ويتودد معهم ولا يكرههم على شيء. فإن الله تعالى قد قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على عباده الطيبين الطاهرين الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سأني مثل الكثير من حضراتكم ما تناولته وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في أيامنا الأخيرة، وما أصاب بعض شباب مصر من لوثة عقلية وهوس نفسي ومس شيطاني، وما حدث من المنحرفين أخلاقيا والسافلين سلوكيا من أبناء المجتمع المصري، وما كان منهم وما أطلق عليهم بأنهم بالمثليين، أولئك الحفنة الذين أساءوا الأدب مع الله ومع كون الله ومع أرض الله ومع شرع الله سبحانه وتعالى، فتعدوا على محارم الله فانتهكوها، وأساءوا الأدب وجاهروا بالمعصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتشرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها، أي جاهروا الله وخلق الله سبحانه وتعالى بها، إذا انتشرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها، إلا انتشرت فيهم الأوبئة والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. أيها الأحبة، هؤلاء الصبية الشاذين سلوكياً والمنحرفين أخلاقياً، أحذرهم وأنذرهم ما أنذر الله تعالى به قوم لوط عندما أرسل عليهم الحجارة
أمطرت السماء عليهم حجارة. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين ببعيد، أي إنها موجودة في السماء، تلك الحجارة لها بقية ولها إرث ولها كومة في السماء، لقوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، أي إنها تنتظر الذين يفعلون فعل قوم لوط. وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فعل فعل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول به في النار. ونحن لا نصدر حكما بالقتل أو الحرق أو الإهلاك إلا أن نعرض عليهم التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فباب التوبة مفتوح، ولكن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أي يتعمدون فعل الكبائر وفعل السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أدعوهم إلى أن يعودوا إلى رحمة الله، أدعوهم إلى أن يتوبوا ويستغفروا الله، أدعوهم إلى الرجوع إلى الإسلام العظيم، دين الكرامة الإنسانية، دين الآدمية. أدعوهم أن لا يكونوا أداة في يد غيرهم من الغرب ومن عملائهم الذين يحاربون الإسلام عيانا بيانا، كما تحارب الأناس الآمنين. أدعوهم أن يصوبوا إلى رشدهم وأن يستغفروا ربهم، وأدعو وسائل الإعلام أن تقلل من شأنهم ولا تهول من الأمر ولا تجعل منه سبخا إعلاميا، لأن الله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن مجتمعات يحكمها الإسلام، ومجتمعات يغطيها الحياء ويكسوها الأدب مع الله ومع سنة رسول الله ومع شرع الله سبحانه وتعالى. وأنذرهم أن يحل بهم ما حل بقرى قوم لوط، فإنها كانت 40 قرية، ولما أساءوا الأدب مع الطبيعة الإنسانية واعتدى الرجال على الرجال وعطلوا سنة الزواج والإنجاب والتناسل والذرية، أمر الله تعالى سيدنا جبريل أن ينزل إلى هذه القرى 40، فحملها على طرف جناحه، ثم صعد بها إلى ما فوق السماء 7، حتى سمع سكان السماوات 7 نباح الكلاب ونهيق الحمير وصياح الديكة وأصوات أهل المعاصي والكبائر والسباب والشتائم، فتساءل سكان السماوات: ما هذا؟ فقيل: إنها قرى قوم لوط. فقيل: أو قد حقت عليهم كلمة العذاب؟ كأن السماوات كانت شاهدة على شنائعهم وفضائعهم وكبائرهم، فقالوا: أو قد حقت عليهم كلمة العذاب؟ قيل: أجل. فرفعها سيدنا جبريل ثم قلبها رأسا على عقبا، وأنذر بقول الله تعالى: فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، أي معلمة
كل حجر مكتوب عليه اسم كل رجل أو كل شاب أو كل امرأة مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. إن كانت تساندهم مؤسسات خارجية أو بعض هيئات أو بعض دول، فإن هذا يراد به الطعن في أمن مصر واستقرارها وحياءها، ويراد به الطعن في الإسلام في بلده، بلد الأزهر صاحب المنهج الوسطي. أسأل الله أن يهدينا ويهديهم لأحسن الأخلاق، اللهم اهديهم لأحسن الأخلاق، اللهم ردهم إلى الحق والعدل، اللهم ردهم إلى صوابهم، اللهم ردهم إلى رشدهم، اللهم اهديهم واهد بهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وشعبها. اللهم من أرادنا وإسلامنا ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا ومصرنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ شباب مصر، اللهم احفظ فتيات مصر، اللهم ردهم إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراط المستقيم. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، الذين هم تحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. توقوا إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال، لنلقى رضا الله في كل حال.